هاي يا حلوين، يلا النهاردة ووش دي جديدة مع بعض، وهنستخدم منتجات بلس الشامبو والكونديشنر. أول حاجة هستخدمها على فروتي وهو الشامبو، تاني خطوة وهيكون الكونديشنر. خليني أقول إن مكوناته كلها أرجان. مبدئيا البلسم ولا هو خفيف ولا هو تقيل، وزعته على شعري، الشعر نضف تماما وكمان اتسلك خالص وبقى سلس وريحته كانت جميلة جدا. خلينا نيجي لتالت خطوة وهو الديفايننج كريم. للأمانة كنت فاكرة قوامه تقيل، ولكن هو طلع قوامه متوسط، ودي حاجة بسطتني بصراحة عشان مش بحب حاجات تقيلة قوي على شعري. خليني أقول مكوناته سريعا، هو بيتكون من زيت جوجوبا، زيت بذور الكتان، فيتامين إي، زيت الزيتون. حقيقي الزيوت كلها جميلة ومرطبة. كمان هو بيساعد الشعر التالف من الحرارة انه يتحسن ويرجع ياخد شكل الكيرلي تاني ويديله الديفينيشن اللي محتاجها. وانا بصراحة كنت محتاجة حاجة كده قوي الوقت ده، بالذات ان انا عندي بعض الاطراف اتأثرت من الحرارة. هنا كنت عملت الستايلينج بتاعي وهنشوف النتيجة مع بعض. هنا كانت النتيجة حقيقي ديفينيشن جامدة جدا. شكرا بلاس على البرودكت الجميلة دي.